متابعين الإذاعة الوطنية من إسبانيا. معلوم دائما دائما في الاستماع. ربي يخليك على عائشة. لالا عائشة الله عليكم على البرامج اللي كديروا لنا. نتمنى نكونوا عند حسن الظن لالا عائشة. لالا عائشة اليوم الفقة سافرتها لإسبانيا. هي سافرت لإسبانيا لالا. ياك. وانا نقول وجبات مغربية تبعنا وانا ضروري ضروري. واخا هذا الفقاس هذا تعلمتيه في اسبانيا ولا تعلمتيه في المغرب وديتيه؟ لا لا تعلمته في المغرب علمته لي الوالده ديالي. ياك يكون فقاس من نعم. لا هو فقاس خفيف يعني ما فيهش المقادير بزاف ولكن كيجي في المذاق ديالو زوين. نعم لالا عائشة انتم منين من المغرب في الاصل؟ مرحبا مرحبا بكم لالا عائشة. تفضلي نتمنى المستمعات يكون عندهم الورقه والستيلو ديالهم باش يسجلوا معنا هذا الفقاس هذا. شنو كنحتاجوا؟ ان شاء الله 5 البيضات زلافة سنيدة زلافة الزبدة والزيت مخلطة زبدة مذوبة نوى مهمش يعني نوى تقطعوه بسكين طريفة صغار تقريبا كاس العنبة الزنجلان يكون سابقا محمر 4 معالق كبار ديال السلطه. لان 4 المعالق كبار زنجلان. نعم جوج خمارات شومان. نعم. والفص حسب الخليط. كنخلطوا هادشي كامل كندمجوه كامل. نعم. وكنطلب من المستمعين تكون العجينه ما قاصحه وما خفيفه تكون مهمله في يديهم. مخوفه. كنحبلوهم على شكل فقاس كي كنديرو الاخر البلدي والعادي على حسب الشكل اللي باغيه السيدة يا يكون كبير يا يكون صغير من الوسط كتحبلو وديرو في الفران كما العادة كيطيب اللي كنطلب انا من المستمعين الا كنت في المستطاع يديرو بالعشية باش يبقى معاهم بالكامل يديرو في المنديل فازك بعد الطياب. نعم معايا لما نعم كنسمع لك. وي من طيبوه بحال دابا غنصوبو بالعشيه من ديرو في الفران يخرج من الفران نكون وجدنا من ديال فازك. ايه كنديرو فيه هاد الفقاس يعني مازال ما مقطعش كنديرو في المنديل الليل كامله في ديك المنديل فازك باش كيطرطع هو شويه. هادشي علاش غنصوبو في العشيه؟ وي اييه في الصباح كتقطع طريفات على شكل الفقاس وكدير في الفران يطيب. وبصحة وراحة. نعم واخا تعاود معنا المقادير؟ واخا لا لا 5 البيضات زلافة السكر ايه زلافة الزيت والزبدة مذوبة نعم يعني كيكون مخلط هذا النوى مهمش تقريبا كاس. شنو تقصدي بالنوى لأنه راه كاين التسميات كتختلف من مدينة لمدينة؟ هو اللوز. اللوز نعم لأن كاين اللي كيقول النوى هو التمر اللي مازال ما طايبش. اللوز يعني اللوز انا كتقصدوا به اللوز. اي اللوز. اذا اللوز شنو غنعملوا له؟ كتقطعيه طريفات صغار بالسكين ماشي تهرسي بالمغاز او ديري في الماكينه كتقطعيه بالسكين طريفات صغار. نعم غير يعني كيعمر لك جهد كاس نمسحوه من الغبره بيان سور هذه حاجه طبيعيه. نعم لازم ما نحمروه ما نعملوا له حتى حاجه غير هكذاك لا حتى حاجه هكذا الزنجبان اللي كيكون محمر قبل. نعم غنحتاجو غير 4 المعالق كبار. ايه 4 المعالق وجوج خمارات. وصوت حسب الخليط تقريبا كيكون كيلو ناقص على كيلو. ناقص كيكون ناقص واحد الحفينه. نعم اذا قلنا هذا القص هذا فيه 5 ديال البيضات زلافه واحده ديال سنيده. نعم زلافه ما بين الزبده مذوبه والزيت. ايه اللوز مهرمس الجهد ديال الكاس مقطعينه بالموس. نعم عندنا ايضا 4 المعالق كبار ديال الزنجلان. جوج ديال الخميره ديال الحلوه والطحين حسب الخليط. العجينه كيتعجن يعني بشكل عادي البيض مع سنيده هو الاول عاد كنخليو الطحين هو الاخراني. ايه حاجه دي طبيعيه والخميره. نعم صافي كنحلبلوه على شكل هكاك اصبعات كبار بشكل ديال الفقاس اللي كنصوبوه دائما. نعم كنطيبوه يعني حسب الشكل كاين السيده اللي كتبغي رقيق وكاين اللي كتبغي عريض. نعم حتى في
كيقطع، كاين اللي كيقطع مدور، كاين اللي كيقطع اوفال، كل واحد كيفاش كيبغي كل واحد كيفاش على حسب الذوق ديال السيده. نعم، اذا كان قلتي من الاحسن نصوبوه في العشيه باش يبات ليله كامله في المنديل اللي فازك، من بعد ما كنجبدوه من الفران كنديروه في منديل فازك من الفوق ومن التحت، ولا غير كنغطيوه؟ لا غير كنغطيوه، او كتزوليه وكتلويه في قبل المنديل. نعم، لا غدا في الصباح كنصحها ما ديرش الفران. نعم نعم انا لا نعم نصيحه ملي يكون كيطيب النوبه الاولى ما ديرش الفران مجعد. اه الفران يكون خفيف. نعم غير يتصهد، حنا كنقولوا الفقاس غير كيتصهد. اي هي كيتصهد. نعم صافي، وكنقطعوه وكنعاودو نرجعوه يطيب في الفران، وما نخليوش يتحمر بزاف غير شي شويه عاوتاني باش ما يجيش شي محروق. نعاود الوجه لاخر بحال راحه. الله يعطيك الصحه لاله عائشه، اكيد شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى اتصالك. شكرا بزاف اللي نخطيكم، شكرا.